اخير اختي. مرحبا بك، بارك الله فيك. اذا غنحضروا معك اليوم الفقاس. فقاس واخا لالا، هذا شي فقاس يعني معين. معين وغادي تجربي وتشوفي. ان شاء الله ان شاء الله غيكون سهل. سهل واخا لالا، تفضلي. عندك اختي 6 البيضات، ايه، 4 الكيسان الزيت، 4 ديال الكيسان يكونوا صغار من ديال العنبه، ايه، ديال الكيسان صغار مني. صغار. 5 الكيسان السنيده، نفس العبار دائما اللي كنعبروا به نفس العبار نفس الكاس. ايه. عندك 4 د الخمارات. نعم. عندك نص معلقه د الخميره د الخبز. عندك 4 د الجنجلان. ايه. عندك معلقه صغيره د النافع مطحون منيل. نعم. عندك معلقه كبيره د حبه حلاوه هي مطحونه. نعم. عندك 2 كيسان د المزهر. 4 د اللوز ممسوح ونقطعوه. قطعوه على جوج. عندك الملح. شنو اختي؟ نقطعو على جوج. ما سمعتكش؟ كي غنديرو اللوز؟ اللوز غير تمسحيه من الغبره. اها. وتتقطعيه. نقطعو على جوج، يعني نقسمو اللوزه في النص. على جوج. ايه. وقصة الملح. نعم. والطحين باش كنجمعو هاد الخليط. شحال كاين مرخوفة. شحال كيرفد الناس تقريبا؟ نقد نقول لك اختي حيت على حسب الطحين. المهم كتجمعي الخليط ولكن كتبقى يدك كتلصق بسميتو، كتخدمي تقريبا غير بيد. ويد الاخرى كتخليها ناشفه باش ملي كتزيدوا بها شويه الطحين. وكتجمعي ملي كيتجمع لك صافي. نعم. اذا قلنا هادشي اللي كاين ياك. هادشي اللي كاين اختي. واخا العتيقه قلنا عندنا 6 ديال البيضات. اللي غنحتاجوا لهذا الفقاس. عندنا 4 ديال الكيسان صغار ديال الزيت. دائما كنعبروا بنفس القياس. نفس الكاس غناخذوا ايضا 5 ديال سنيده. ايه. 4 ديال الخمارات الحلوه. نص معلقه ديال الخميره المعجونه. ايه. 4 ديال الزنجلان مطحون. الزنجلان ما نحمصوه بلا والو. نعم. 4 ديال الزنجلان. معلقه صغيره ديال النافع مطحون. منيل كيف قلتي. معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي مطحونه. جوج كيسان ديال ماء الزهر. 4 ديال اللوز ممسوح مزيان من الغبره ومقسومه اللوزه على جوج. شويه ديال الملحه. والطحين حسب الخليط. صافي اختي. واخا تفضلي. كنديروا ناخذوا شي قطريه نعملوا فيها الخليط، نعملوا فيها البيض ونزيدوا السنيده ونمعكوه مزيان حتى ديك السنيده ما تتبقاش في يدك تتحرشه. صافي كنزيدوا عليهم اختي الزيت. نعم. المزهر. ونزيدوا النافع وحبه حلاوه والخميره كتمعكي مزيان. ثم نزيدوا اللوز اللي قطعنا. صافي كنزيدو ديك القصة ديال الملح مع الطحين. والخمارات نحاولو نديروهم مع الطحين. نخليهم هما الاخرين. نعم. صافي كتخلطي كلشي. ملي كتجمعيه كتديريه سميتو تحربليه. وكنثقبوه ونديرو ليه سميتو البيض وشويه الخل، صفر البيض والخل كندهنوهم الفوق. كدهني الفقاس بالخل والبيض. وكندخلوها اختي للفران. كديري بيضه كامله ولا غير بيضه كامله؟ بيضه كامله مع شويه الخل. كديري الحلبل ديال الفقاس بحال اللي كي يعني اللي كيعرف الفقاس اللي كيعرفوا كاع السيدات. نعم. وكتدخليها اختي للفران كيدير نص طيبه. ايه. وكتخرجيه. كتخليه يبرد وكتاخذي واحد قطعه الثوم. نعم. وكتفزقيها وتعصريها مزيان. وكتاخذي اختي سميتو واحد القلع. وكتفرشي فوق داك الزيف اللي فزقنا وعصرنا. وكتطفي فوق الفقاس. نعم. وكتغطيه به. وكتخليه حتى للغد. كيبات. ايه. يبات وتقطعيها اختي وتدخليها اختي بالصحة والراحة. نعم. عندي لنا هاد الطريقة هادي ديالك اللي كديري. ديال الثوب والقلع هذا. ولكن قولي لنا علاش بعدا. علاش؟ كيرطبوا باش ما يتقطع باش ما يجي ما يتفرتتش ما يجيش فيه الكسور. وتقطعوا بموس ماضي. نعم. وغادي تشوفي كي غادي يجيك راه فريد من نوعه. ان شاء الله ان شاء الله. كيف ما كانش عندي ما سولنيش على المقادير ديالو. نعم نعم. اختي كاين واحد غريبه لكن باقي الوقت. واخا نكملوا ما بقاش الوقت ولكن غنعاودوا الطريقه ديال الفقاس الا سمحتي الله عتيقه. واخا. قلنا الفقاس كتجمعي البيض وسنيده هما الاولين عاد كتضيفي الزيت. الخميره المعجونه، الزنجلان، النافع، حبه حلاوه، الماء الزهر. المقادير. الملحه واللوز
وكنخليو الطحين هو الاخر مع الخميره الخمارات ديال الحلوه كنبقاو نعجنوا حتى العجينه كتبقى كتلصق في يدينا ما كنخليوهاش تقصح بزاف. كنحربلوه على شكل يعني الطريق الشكل الاول ديال الفقاص ديال الفقاص. كنديروا شويه ديال الخل مع البيض وكندهنوه من الفوق وندخلوه للفران يطيب نص طيبه ونتقدوه من الاحسن. نعم باش ما يتفققش. نعم كتقبل الفورشيت ولا بالكيردون ولا عاد داك الكيردون الكيردون. نعم كيدخل الفران كيطيب نص طيبه من بعد ما كتخرجي كتخلي شي شويه حتى كيبرد. عاد من بعد كتاخذي منديل كتفزقيه وكتنصروه مزيان. كنفرشوا القلع هو الاول فوق منه هذا المنديل هذا وكنزلوا فوق منه الفقاص ديالنا اللي طاب نص طيبه. صافي ونغطيوه به نيت نخليوه بات ليله كامله عاد نقطعوه الغد نقطعوه ويكمل الطياب ديالو بطبيعه الحال في الفران. ايوا خصنا نعاودو نعيطوا لك الى المستمعات جربوه وعجبهم. ايوه اختي. نعم واحد التحيه لك الممثلين اختي كنصحي لها.